اشربي يا أرض أطياب ديمانا، اشربي يا أرض أطياب ديمانا، وانفسيها يا سمينا وشقائق. اقبلي يا أرض قربان رجانا من شغاف الروح من حمر الزنابق. في حياتنا يبقى الأمل قائما في عمق الروح بإزالة كل ما هو قاتم، لأننا أمة يعرفنا التاريخ، فنحن فوق الأزمات والنكبات. ومن هنا أقامت دار الأسد للثقافة والفنون أمسية شعرية دعما للجيش العربي السوري ولوحدة سوريا. نحن لحمة وطن، الوطن غالي، الوطن ما ينباع لا بالماس ولا الذهب ولو بالأطنان. الوطن ما هو ملك الحمد ولا الأوباما ولا الأردوغان. الوطن شعلة شباب بيمينك يا أبو حافظ ورمز للفرسان. الوطن والحس القومي اللي ضمن مدرسة الخالد حافظ الأسد، هذا الإرث الحضاري اللي لازم نحافظ عليه. الرسالة كنت حابب أوصلها إنه هالشعر الحلو عن التهجم على هالكفار أعضاء الله وهالدول اللي هي أذناب لأمريكا، إنه توصل رسالتي ويفهم العالم وخاصة العرب إنه نحن أصحاب قضية بسوريا، وهدول مأجورين مأجورين لأمريكا ولإسرائيل، ونحن سنبقى أبطال وجبال في هذا الوطن. الشعر دائما هو نبض الوجدان، نبض الوجدان، ولما الوجدان بيكون صاحي لما بيلامس قضايا الوطن. نحن الألم الوطني اللي عايشينه هلأ ألم كبير، هو مثل مخاض ولادي لبلدنا القادم، لسوريا القادمة أو للأمة العربية القادمة اللي بتعبر عن آمالنا وجراحنا. معظم الشعراء ركزوا على القيم الوطنية والقيم القومية، كما ركزوا على بطولات الجيش العربي السوري الباسل وتضحيات الشعب العربي السوري. نحن في الواقع في هذه الأيام بأمس الحاجة لأن نستعيد الفكر القومي. في عصر التشتت، عصر المهاترات العربية، نحن جدا بحاجة إلى التلاحم مرة أخرى للم شمل الأمة العربية في وجه العدوان الشرس الذي تقوده حكومة عالمية بقيادة أمريكا وإسرائيل لتشتيت الأمة العربية. في هذه الظروف الصعبة والحساسة للغاية نحن بحاجة لهيك أمسيات ولهيك ندوات، لأنه الكلمة هي تجمع جميع الفئات وأطياف المجتمع، فيتألمون لألم واحد ويفرحون لفرح واحد. ستبقى الحركة الثقافية في اللاذقية تنبض بالحياة كموج بحرها الممتد على كل الأزمان.